بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، أما بعد. فأصول الفقه أدلة الفقه الإجمالية، ومن الأدلة الإجمالية السنة النبوية. والسنة بارك الله فيكم معناها في اللغة الطريقة، سواء كانت الطريقة محمودة أو مذمومة، فكلمة السنة تشمل الأمرين. وأما السنة في اصطلاح الأصوليين فإنها أقوال النبي صلى الله عليه وسلم وأفعاله وتقريراته، فتشمل ما صدر عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير. والسنة بارك الله فيكم هي المصدر الثاني من مصادر التشريع بعد القرآن الكريم. وجاحد العمل بالسنة منكر لما هو معلوم من الدين بالضرورة، ولذلك يجب على المسلمين العمل بالسنة. فالسنة بارك الله فيكم تكون مخصصة لعموم القرآن، وتكون مقيدة لإطلاقه، كما أن السنة قد تنسخ القرآن الكريم على خلاف بين الأصوليين في تفاصيل تتعلق بذلك. فالسنة هي المصدر الثاني من مصادر التشريع. أمر الله سبحانه وتعالى بطاعة النبي صلى الله عليه وسلم، وطاعة النبي صلى الله عليه وسلم تكون بامتثال سنته عليه الصلاة والسلام. فقال عز وجل: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. والسنة قد تستقل بأحكام لم ترد في القرآن، من ذلك تحريم الجمع بين المرأة وعمتها، والجمع بين المرأة وخالتها، فإن هذا مما استقلت به السنة ولم يأتي في القرآن الكريم. ومن ذلك تحريم لحوم الحمر الأهلية، فإن هذا مما جاء في السنة النبوية ولم يرد في القرآن الكريم. وهنالك أحكام أخرى وتفاصيل تتعلق بكيفيات العبادات، بكيفيات أداء العبادات من صلاة وصيام وزكاة وحج، جاءت بها السنة. ولما كان فعل النبي صلى الله عليه وسلم جزء من السنة، لأن السنة النبوية تشمل قول النبي صلى الله عليه وسلم وتشمل فعله وتقريره، تكلم الأصوليون رحمهم الله تعالى عن أفعال النبي صلى الله عليه وسلم، وبينوا متى يكون فعله عليه الصلاة والسلام حجة ومتى لا يكون حجة. وبينوا أيضا إذا كان فعل النبي صلى الله عليه وسلم حجة فهل يحمل على الوجوب أو يحمل على الاستحباب أو يحمل على الإباحة. ولذلك نقول إن فعل النبي صلى الله عليه وسلم لا يخرج من خمس حالات مذكورة في العقيبة. إما أن يكون هذا الفعل مما اختص به نبينا صلى الله عليه وسلم، وحينئذ لا مجال للاقتداء والتأسي به عليه الصلاة والسلام بهذا الفعل الذي اختص به. وما اختص به النبي صلى الله عليه وسلم على أربعة أقسام. القسم الأول ما كان واجبا في حقه عليه الصلاة والسلام، وبالنسبة لنا ليس واجبا بل مستحب، وذلك كالوتر، فإنه واجب في حق النبي صلى الله عليه وسلم مستحب في حقنا. ومن ذلك أيضا الأضحية، فإنها واجبة في حق النبي صلى الله عليه وسلم مستحبة في حقنا. هذا القسم الأول من أقسام ما اختص به النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا إضافة على ما في الحقيبة. والقسم الثاني ما كان محرما على النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان بالنسبة لنا داخل في دائرة الجواز، وذلك كقبول الزكاة وكقبول الزكاة والصدقة، فإن ذلك محرم على النبي صلى الله عليه وسلم
دون غيره من الأمة. طبعا آل البيت أيضا يحرم عليهم أخذ الزكاة، بنو هاشم وابن المطلب كما هو مقرر في موضعه من كتب الفقه. القسم الثالث ما كان مباحا بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم لكنه بالنسبة لأمته حرام ممنوع، ومن ذلك جمع النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من 4 نسوة. فالنبي عليه الصلاة والسلام له أن يتزوج بأكثر من 4 نسوة ويحرم ذلك على أمته. كذلك الزواج بلا ولي يحرم على غير النبي صلى الله عليه وسلم، فمما اختص به نبينا صلى الله عليه وسلم الزواج بلا ولي. وقد يكون الأمر الذي اختص به النبي صلى الله عليه وسلم من باب الفضائل والإكرام، ككونه عليه الصلاة والسلام صاحب الشفاعة العظمى، وكونه صاحب المقام المحمود، وكونه أول من يقرع باب الجنة. إذن ما اختص به النبي صلى الله عليه وسلم إما أن يكون واجبا عليه وإما أن يكون دون أمته، وإما أن يكون حراما عليه دون أمته، وإما أن يكون مباحا له دون أمته، وإما أن يكون من باب الفضائل والإكرام له صلى الله عليه وآله وسلم. حينئذ نقول إن ما اختص به النبي صلى الله عليه وسلم لا مجال فيه للتأسي والاقتداء. هذا القسم الأول من أقسام فعله عليه الصلاة والسلام. والقسم الثاني ما كان من فعل النبي صلى الله عليه وسلم على وجه العادة والجبلة والطبيعة، كالنوم والأكل والمشي، فإن هذا بارك الله فيكم أيضا التأسي به جائز، هذا ليس على وجه التعبد. لكن صفة هذه الأفعال، صفة أكل النبي صلى الله عليه وسلم، صفة نوم النبي صلى الله عليه وسلم، هذا فيه مجال للتأسي، فيسن للمسلم أن يتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم في كيفية أكله، وأن يتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم في كيفية نومه. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان إذا أكل أكل بثلاث أصابع، إذن يتأسى المسلم بذلك. إذا نام النبي صلى الله عليه وسلم اضطجع على جنبه الأيمن، إذن يسن للمسلم أن يتأسى بذلك. فنقول أفعال النبي صلى الله عليه وسلم ما كان منها على سبيل العادة والجبلة هذه محل جواز، يعني فعلها النبي صلى الله عليه وسلم ليس تشريعا وإنما فعلها بمقتضى البشرية بمقتضى الجبلة، لكن كيفية فعلها هذا محل التأسي والاقتداء به عليه الصلاة والسلام. القسم الثالث ما كان من أفعال النبي صلى الله عليه وسلم بيانا لمجمل، فمثلا جاء الأمر وأقيموا الصلاة، فبين النبي صلى الله عليه وسلم إقامة الصلاة، فهذا إذا كان البيان لواجب فحكمه الوجوب، وإذا كان البيان لمستحب فحكمه الاستحباب. إذا كان البيان لواجب، مثال بين النبي صلى الله عليه وسلم قوله عز وجل وأقيموا الصلاة بعدد الركعات، فصلى الصبح 2 ركعات، وصلى الظهر 4، وصلى العصر 4، وصلى المغرب 3، وصلى العشاء 4، ونقل ذلك تواترا عن النبي صلى الله عليه وسلم، نقول إن هذا البيان للصلاة هذا يحمل على الوجوب. وقد يكون البيان لأمر مستحب فيحمل على الاستحباب. إذن ما جاء من فعل النبي صلى الله عليه وسلم بيانا لواجب فهو واجب، وما كان بيانا لمستحب فهو مستحب. القسم الرابع ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم تعبدا لكنه لم يأمر به، فهذا الأصل فيه الاستحباب، الأصل فيه الاستحباب. وذلك أن من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقدم اليمين على الشمال في تنعله، في طهوره، في ترجله. إذن نقول يستحب تقديم اليمين على الشمال في هذه المواضع، بل في شأنه كله، كما قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها كان صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمن، كان صلى الله عليه وسلم يعجبه تيمن في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله.
القسم الخامس ما كان من باب الإقرار، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم أقر شخصا قال شيئا على قوله. قال شخص شيئا بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم، سمع النبي عليه الصلاة والسلام هذا القول ولم ينكره، فإن هذا الإقرار يدل على جواز ذلك القول. رأى النبي صلى الله عليه وسلم فعلا فلم ينكره، دل على جواز ذلك الفعل. إذن سكوت النبي صلى الله عليه وسلم على قول يدل على جوازه، وسكوت النبي صلى الله عليه وسلم على فعل يدل على جوازه. مثال ذلك، قال عبد الله بن عمر: كنا نقول إن أفضل هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر ثم عثمان، ويبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينكره. هذا إقرار على القول. ومثال الإقرار على الفعل إقرار النبي صلى الله عليه وسلم الحبشة وهم يلعبون بحرابهم في المسجد ولم ينكر ذلك عليهم، هذا إقرار على الفعل. هنا تأتي مسألة يمكن أن نذكرها من باب الفائدة، وهي إذا تردد الأمر هل فعله النبي صلى الله عليه وسلم تعبدا أو فعله النبي صلى الله عليه وسلم عادة، فما هو المغلب؟ قال جماعة من الأصوليين إن المغلب هو جانب التعبد، أنه عبادة، وذلك كجلوس النبي صلى الله عليه وسلم للاستراحة في صلاته، هل فعل ذلك النبي عليه الصلاة والسلام تعبدا؟ فنقول تستحب جلسة الاستراحة، أو أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك بسبب أنه أسن أي كبر في السن. قال الشافعية: ما تردد بين كونه تعبدا أو كونه جبلة، فالمغلب فيه جانب التعبد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جاء لبيان الشرعيات، ومن ذلك دخول النبي صلى الله عليه وسلم مكة من طريق وخروجه من طريق أخرى، ومن ذلك ذهاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى العيد من طريق ورجوعه من طريق أخرى، فإن هذا يحمل على التعبد. لخص العمريطي رحمه الله تعالى في نظمه على الورقات الأحكام المتعلقة أو الأقسام المتعلقة بأفعال النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: أفعال طه صاحب الشريعة جميعها مرضية بديعة، وكلها إما تسمى قربة فطاعة أو لا ففعل القربة، من الخصوصيات حيث قام دليلها كوصله الصيام، أي حيث قام الدليل على أنه خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، فالأصل أنه خاص لا يشارك فيه أحد. من الخصوصيات حيث قام دليلها كوصله الصيام، وحيث لم يقم دليلها وجب، وقيل موقوف وقيل مستحب في حقه وحقنا، وأما ما لم يكن بقربة يسمى فإنه في حقه مباح وفعله أيضا لنا مباح، وإن أقر قول غيره جعل كقوله كذاك فعل قد فعل، أي وإن أقر النبي صلى الله عليه وسلم قول غيره جعل كقوله، وإن أقر فعل غيره جعل كفعله، وإن أقر قول غيره جعل كقوله كذاك فعل قد فعل. وصاحب الذريعة العلامة جمال الدين الأشخر رحمه الله تعالى قال في نظم الذريعة: وحجة تقرير سيد الورى، وحجة تقرير سيد الورى، ولو سكوتا فأبح ما قرر. قال صاحب الورقات: وإن أقر قول غيره جعل كقوله كذاك فعل قد فعل، وما جرى في عصره ثم اطلع عليه إن أقره فليتبع. نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.